أيضاً أجرت الزميلة ليندا عبد اللطيف مفادة التلفزيون المصري في شرم الشيخ لقاء مع مصطفى أبو رواش المغني في حفل افتتاح مسرح شباب العالم. لسه مشاهدينا بنتابع مع حضراتكم فعاليات منتدى شباب العالم، وامبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد افتتاح مسرح شباب العالم. حقيقة كان البرنامج المسرح مليان بالفقرات المختلفة، كان فيها فقرة غنائية غنى فيها مجموعة من الشباب من بلاد مختلفة، الأغنية دي كانت بخمس لغات، وكان فيها إحدى المغنيين فيها كان مغني مصري اسمه مصطفى أبو رواش. أهلا بيك معنا يا مصطفى. اهلا بيك، ازيك؟ صباح الخير. يعني احساسك ايه وانت كنت بتغني قدام السيد الرئيس، وخصوصا كمان كنت بتغني نوع من الاغاني مختلف عن الالوان اللي انت بتغنيه؟ فرصه عظيمه وكبيره جدا. انا من زمان، من 2017 تقريبا اول ما ابتدى منتدى شباب العالم، وانا كنت بحلم اني اجي احضر واشوف الفعاليات واشوف الثقافات المختلفه. كنت مبسوط جدا جدا ان السنه دي مش بس بحضر، لا ده انا بقدم اغنيه في مسرح من اهم المسارح الموجوده في الوطن العربي، ونقدر نقول العالم كله كمان. باغنيتنا كنا بنتكلم عن السعاده وعن ان احنا مع بعض راجعين تاني بعد الكورونا، والحمد لله فرصه جميله جدا. انا سعيد ومحظوظ ان انا كنت بشارك فيها. يعني دايما انت بتغني اغاني مبهجة وبتدعو للأمل والتفاؤل، اشمعنى الحاجات دي؟ والله هي فرصة، ولازم يعني احنا مجرد متعرض علينا البروجكت ان يا جماعة هنقدم اللون ده مع بعض، قلنا يلا خلينا نجرب. وأصلا عادة اصلا بتغني الحاجات دي اللي فيها دايما تفاؤل وسعادة وفرح، اشمعنى مركز على الحاجات دي؟ احنا بحب كده، الواحد بيحب حاجة بيمشي وراها وبيفضل يعني بيشتغل عليها طول الوقت. ويعني المرة دي كانت تجربة مختلفة شوية عن اللي انا بقدمه، لكن الحمد لله الناس حبوها واتبسطوا بيها جدا، واستفدت كتير من اصحابي اللي كانوا بيغنوا معايا. وكمان احب اشكر بمناسبة اللقاء احمد كيكار صديقنا الملحن واللي ساعدنا في العمل الفني بالكامل، واتمنى ان انتوا تحبوه. اتمنى نشارك دايما في حاجات كبيرة كده البلدي، ودايما مع بعض ان شاء الله. اللي انت بتشتغل عليه حاليا؟ اشتغل، عارفه انك انت عندك متابعين كتير قوي تعدوا ال 5 مليون على السوشيال ميديا، بعض اغانيك تعدت ال 20 مليون وال 25 مليون، يعني كلمنا اكتر بقى عن مشاريعك اللي جايه. والله انا بدات من 4 سنين بالظبط، انا دراستي اصلا كليه هندسه، كانت الكليه والدراسه ماسكاني شويه، لسه مخلص وببدا بقى دلوقتي اتجه للفن بشكل اكبر. والحمد لله الاغاني بتاعتي زي ما قلت لحضرتك بتتكلم دايما عن التفاؤل وعن بكره وعن الاجتماعيات اللي كلنا بنعيشها وبنحبها. ان شاء الله انا مجهز ميني البوم صغير كده، ممكن يطلع مع رمضان ان شاء الله، ينزل والناس تحبه ودعواتك يكسر الدنيا ان شاء الله. رساله بقى من منتدى شباب العالم لشباب العالم، تقول لهم ايه؟ اقول لهم ان مصر طول عمرها هي منبع الثقافه والفن، والمسرح هو اساس الفن، ومسرح شباب العالم هو المسرح الاول اللي لازم يبقى هدف وغايه كل حد بيقدم محتوى او بيقدم اي رساله او اي فن تكون عينه عليه طول الوقت وبيتمنى يوصل له في يوم من الايام. وهنا بلدنا بتدي الفرصه لكل اللغات وكل الجنسيات ان هي تشارك، فبطلب من الجميع ان هم يشاركوا وييجوا ويعيشوا تجربه هتبقى تجربه فارقه في حياتهم ان شاء الله. شكرا ليك يا مصطفى. شكرا ليك جدا. يعني مشاهدينا كان معانا مصطفى أبو رواش أحد المغنيين في أغنية بلمتنا اللي تم عرضها وغنائها أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مسرح شباب العالم هنا من مدينة شرم الشيخ. شكرا لك ليندا عبد اللطيف، وشكرا لضيفك الكريم المغني مصطفى أبو رواش.